كنت من قبل وانا خطيت بالبعدة طلبت صاحب في الأجهدة نزول أسواري لهنا وليت عبدة واعر جمهور ديال الرباط واعر التفاعل كان رهيب وفرحت بزاف ملي وقفت في هذه الخشبه هذه لاول مره في المنصه ديال بوركراك كنتمنى على ان السهره ديال سلا احسن ما يرام وكنتمنى نعاودها مرارا وتكرارا شكرا بزاف كلشي كنحافظ اغاني ديال كيفاش حسيتيها احساس لا يوصف صراحه والتفاعل انا كيف ما قلت لك رهيب وكيشرفني وكنعتز بزاف الوقوف في اي ساعه تحت لي فيها الفرصه باش نجي مره ثانيه شكرا خويا بزاف الحق الناس راه ما غيمشيش حتى يدير واحد الاختيار شويه تسكات سمعوا واخا واحد الاختيار حس بيا من اللي تشوف بلا الزبير هلال طبعا صديق وتوا فنان تبارك الله عليه وتشاركنا اليوم واحد لحظات جميله سورسين معكم كاملين متنفس الفنانه كاملين جميع الفنان دائما كيكون كينتظر هذه اللحظه اللي يوقف قدام الجمهور ديالو يشوف التفاعل يشوف داك الشيء على ارض الواقع وهذا كيزيدنا دائما اصرار على اننا نقدموا الافضل والجديد للجمهور اللي كيستنى شكرا بزاف نعم الجمهور ديالي رسالته نقدر نختزلها في كلمه بسيطه انه في الدم كيف ما انتم في الدم شكرا بزاف